زي ما ميدو خرابة غرق نادي الزمالك ومرتضى منصور، هيغرق المنتخب وحسام حسن. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. انا هاني الشرقاوي ودي قناتي، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بدات لكم الفيديو بتاعي بمقوله ميدو ان هو زي ما غرق مرتضى منصور ونادي الزمالك، هيغرق حسام حسن ومنتخب مصر. هتقولي ايه علاقه اصلا ميدو بحسام حسن، والموضوع اصلا على طقش او خناقه حسام حسن مع النادي الاهلي بخصوص لاعبي النادي الاهلي ان هو مش هيريحها في مباراه اليوم امام كرواتيا، والمباراه المرتقبه اللي جماهير مصر بتستناها، وجماهير مصر يعني ايه مستنيه تشوف المواجهه القويه اللي هتجمع ما بين المنتخبين. طيب ايه علاقه ميدو؟ واصلا شبانه ما اتكلمش على ميدو ولا جاب سيره ميدو، انا هسمعكم شبانه دلوقتي. ولكن ميدو طلع واشاد بقرار حسام حسن. ايوه كده، انت ذكر ما يهمكش من الاهلي والزمالك، على الرغم اصلا ان احنا اتكلمنا في الفيديو السابق بتاع امبارح وقلنا ان مفيش اصلا زمالك ولا فيوتشر في الامر. هو واخد 10 لعيبه من النادي الاهلي، اتصاب منهم 2 وقبل كده اتصاب الشناوي. يعني النادي الاهلي بيقدم يعني ضريبه موجعه لمنتخب مصر على عكس الانديه الاخرى اللي ما بتقدمش اي حاجه، ومفيش لاعب في الانديه الاخرى سواء اهلي سواء زمالك او اسماعيلي او فيوتشر او ما يعني شابه من الانديه بيتصاب لها لعيبه في المنتخب، ومع ذلك احنا بنقول الحمد لله وده واجب وطني، لكن ما تطلعش تزايد على وطنيه النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي ادى لعيبته لمنتخب مصر لما كان في امم افريقيا، وكان النادي الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه ولعبنا بالاصطف الثاني وبال لعيبة الاحتياطية، فاكرين حضراتكم؟ واتحاد الكوسة ما هنش عليه يجيب طيارة خاصة يخلي اللعيبة تشارك مع النادي الاهلي في المباراة اللي بعد كده، يعني شاركنا اول مباراة وتاني مباراة بدون اللعيبة الدوليين بدون اللعيبة الاساسية في النادي الاهلي، وارتضينا وقلنا الحمد لله وربنا كرمنا واخدنا المركز الثالث. لكن يطلع حسام حسن بالامس ويقول، او اول امس ويقول محدش يتكلم معايا على لعيبه، انا مش هريح لعيبه، النادي الاهلي النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي فيوتشر بيلعبوا في افريقيا واحنا بنلعب باسمك. طب هو انت واخد اصلا حد من نادي الزمالك؟ ده انت ما خدتش ولا لاعب، ولما جيت خدت لاعب بدلا من الشحات عشان اتصاب. فاللعيبه اللي انت بتتكلم عليها دي اصلا انت واخد واحد من فيوتشر وما بيلعبش احمد عاطف، وما بتلعبوش ما بتلعبوش، واخد مين من نادي الزمالك؟ ده انت لما خدت مصطفى شلبي قالوا لك ده عنده اجهاد في عضلته وما تلعبوش، بعت لك تقرير عبد الواحد السيد وانت ما بتلعبوش ومش هتلعبه وما اخترتوش ومش هتختاره، ومع ذلك طالع بتتكلم كلام يعني بعيد عن المنطق بعيد عن الواقع، واحنا اتكلمنا في هذا الصدد. ولكن كان مفاجأة بالنسبة لي تعليق شبانة القوي جدا 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 على تصريحات حسام حسن الصدامية مع النادي الأهلي ومع جماهير النادي الأهلي، ونفس اللي قلته لحضراتكم امبارح كرره شبانة. أنا قلت لحسام حسن احذر غضة جمهور النادي الأهلي، ونفس الأمر بيتكرر من الكابتن شبانة، قال له احذر من غضب جمهور النادي الأهلي وغضب النادي الأهلي، لو هتمشيها رسمي يبقى النادي الأهلي مش هيقول لك ما تطلبش مني لعيبة إلا في الإيقافات الدولية وفي المباريات الرسمية اللي متفق عليها في الفيفا، غير كده مفيش حاجة اسمها تجمعات، مفيش ما دام هتمشيها رسمي. كلام كتير قاله محمد شبانة، هنطلع ونسمع ونشوف محمد شبانة قال إيه، وتعالوا لي مرة أخرى. بس وأنت بتتفرج على الفيديو أخويا حبيبي الأهلاوي أختي المحترمة الأهلاوية، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، أول مرة تشوفوني أول مرة تخشوا قناتي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الإشعارات عشان ما يفوتكمش أي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناة كل الأهلاوية الأهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف محمد شبانة وهو بيرد على حسام حسن رد قوي وموجع، ونرجع نكمل كلام. يلا بينا. لكن قبليها انا عايز اتوقف عند تصريحات كابتن حسام حسن امبارح. وتصريحات الكابتن حسام حسن هي تصريحات على فكره حساسه جدا، وفيها يعني نوع من زي ما بيقول المزايده على منتخب مصر. اولا بس عايز خلينا نحط سلوجان، مفيش حد يزايد على حد في الوطنيه بتاعته. يعني ما ينفعش مدرب المنتخب يزايد على الانديه في وطنيه الانديه ناحيه المنتخب.
ما ينفعش المنتخب يبقى عنده وطنيه الناس اللي فيه اكتر من الناس اللي في الانديه مثلا، وما ينفعش حد يزاد على حد في الاعلام على الوطنيه، وهكذا. كل واحد وطن بيحب بلده وبيتكلم او بيتعامل او بيقرر بالطريقه اللي بيشوف انها صح لبلده، فمحدش يزاد على حد في الوطنيه لان ده اسلوب غير مقبول ولن يقبل، يعني مفيش حد هيقبل. امبارح الكابتن حسام في تصريحاته زايد الاهلي والزمالك ومودرن فيوتشر، مع انه الزمالك ومودرن فيوتشر دخلوا في الحوار كحشر زي ما بيقولوا، يعني لان المتضرر من هذا الايقاف الدولي للمنتخب هو النادي الاهلي، والسبب ان النادي الاهلي عنده افريقيا. هتقول لي ما الزمالك ومودرن فيوتشر عندهم افريقيا، هقول لك تمام، بس في نقطتين انت مش واخد بالك منهم. من الاهلي ضامن كابتن حسام 10 لعيبه منه، والزمالك ولاعيب واحد، والتاني دخل بعد اصابه لعيب الاهلي حسين الشحات، فدخل مصطفى شلبي مكانه وكان داخل مصاب، فبالتالي ما خدش ومش هياخد. ومودرن فيوتشر لعيب واحد احمد عاطف ومش اساسي وما بيلعبش ومش متوقع ان ياخد فرصه. يبقى الاهلي 10 لعيبه قوام الفرقه الاساسي كله بالاحتياطي موجود المنتخب، يبقى مين المتضرر؟ اللي عنده 10 لعيبه مش اللي عنده لعيب واحد، اللي واحد. انما انت عشان ما تقولش الاهلي بس فخدت معاه الزمالك ومودرن فيوتشر، لكن الزمالك ومودرن فيوتشر مش متضررين اصلا. الحاجه الثانيه ان الاهلي هو اللي عنده الماتش بتاعه يوم 29، الزمالك ومودرن فيوتشر هيقابلوا بعض يوم 31، فلو اللعيبه مشيت يوم 26 بعد المباراه عادي، حتى لو لعب المباراه عنده 26 و27 و28 و29 و30 ويلعب 31 سادس يوم في بعد مباراه المنتخب، فلو حتى كان عامل مجهود ما حصلش هيرتاح ويتبسط وكل حاجه ويتدلك ويتدلع وهيخش على المباراه فريش، يعني فرق 6 ايام. الاهلي فرق ساعات، ان انت يوم 27 فجرا تتجه لبعثة تنزانيا، يبقى اللعيبه خارجه من استاد العاصمه جري على المطار على الطياره بيتسحروا في السكه في اي استراحه او اي مكان اي كشك كده يشتروا منه شويه يعني حاجه ساقعه ولا عصير ولا بطاطس ولا اي حاجه. فهذا المقصود بالاهلي، ان يعني الكابتن حسام لما اتكلم قال لك انا مش هريح اي لعيب ماتش كرواتيا، ودي مسج رساله بيبعتها وانا هتكلم يعني فكره المزايده على الوطنيه دي كلام غير مقبول. كلنا عارفين ان المنتخب اهم، لكن عارفين في نفس الوقت برضو ان في بعض الاحيان تعارض في المواعيد، فايه المانع تكون المصلحه العامه للكل ناجحه بدليل تنزانيا اللي عملته مع اللعيبه بتاعتها بتوع يانج افريكانز واتسامبا سابوهم وهم في معسكر في بره هناك في اذربيجان، وتونس نفسها سابت لعيبه الترجي وهي جايه مصر، ودول اساسا الترجي مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا، وسيمبا ويانج افريكانز في دوري ابطال افريقيا، ولا دول مش وطنيين؟ مع ان مدرب تونس وطني ومدرب تنزانيا وطني، فخدهم دول كنموذج يعني. ومع ان حجازي خرج لظروف خاصه وساب معسكر المنتخب وسافر وعادي مفيش مشكله، في الوقت اللي لما عمل كده محمد صلاح هاجت الدنيا وما عادتش لعيبه الاهلي هاجت الدنيا وما بتقعدش. عايز اقول للكابتن حسام ما ينفعش المزايده على النادي الاهلي ولا على الانديه المصريه، لان سيادتك لما قررت وخدت الاوكي من رابطه الانديه اللي فتح لك الباب على البحري، رابطه الانديه فتح لك الباب على البحري وطلبت ان انت تعسكر من بعد ماتش يوم 12 مارس في الدوري لو الاهلي والبنك الاهلي والزمالك والمونه، قالوا لك تعظيم سلام، مع ان الايقاف الدوري يبدا من يوم 17 ولا 18، بس الانديه سلمتك اللعيبه بتاعتها قبلها بخمس ست ايام. لو هتتكلم بالمنطق واللوائح والقانون اللي معاك في انك ما تسيبش ولا لعيب، برضه بالمنطق وباللوائح وبالقانون الانديه ما تسيبلكش اللعيبه قبلها بخمس ست ايام. لو هتكلم بنفس اللغه يعني زي ما ليفربول بيعمل وزي ما الارسنال بيعمل وزي ما نانت بيعمل مصطفى محمد وزي ما انتراخت فرانكفورت بيعمل مع مرموش وزي ما طرابزون بيعمل مع تريزيجيه وزي اتحاد جده ما بيعمل مع حجازي، مفيش لعيب هيجيلك بدري ساعه، ملتزمين بالايقاف الدولي. واذا كنت هتزايد على الاهلي، الاهلي اكتر نادي تعرض لازمه في الثلاث اربع شهور، لان الشناوي اتصاب مع المنتخب في كاس الامم بخلع في الكتف ايقاف اربع شهور، هو الحارس الاول في مصر ومالوش بديل، والاهلي دفع بمصطفى شوبير وجاب الزنفاني مع مصطفى شوبير في المحلي، ومصطفى شوبير بيتولى القياده على الاستاد الافريقي. ما قالش بيم وادي امام عاشور شهرين الاصابه، ما حدش اتكلم. اذا كنا هنتكلم على الوطنيه والتضحيه مين بيضحى اكتر؟ اذا كنا هنعملها ميزان بقى. وبرضه عايز اسال الكابتن حسام حسن، مش عايز حد يقول لي يا استاذ محمد وانت ده وقت الكلام، ده وقت الكلام، لان اللي فتح الكلام هو الكابتن حسام مش احنا. يعني كان ممكن لما يتسال الكابتن حسام امبارح في المؤتمر الصحفي يقول يا جماعه مصلحه الانديه من مصلحه المنتخب، مصلحه المنتخب من مصلحه الانديه، وكلنا ان شاء الله اللي في الخير للجميع هنعمله، ويقفل الكلام.
لكن وما انت حدث احنا لازم نعلق، يعني احنا هنا رد فعل مش فعل. اوكي بس الكلام يبقى واضح، يعني هو ليه دايما في القصص كابتن حسام بيحول نفسه لطرف واللي داخل معاه الصدام هو الطرف التاني وتبقى معركة نشوف مين فيها الكسبان؟ ليه؟ زي قصة صلاح، ليه تحولت لخناقة بين طرفين، حسام حسن في كفة ومحمد صلاح في كفة، فلما ما جاش صلاح يبقى هو اللي كسب المعركة. يعني المختار ما تبقاش كده، الاتنين كفة واحدة والاتنين منتخب مصر، وصلاح مهم لمنتخب مصر وحسام حسن مهم لمنتخب مصر ودير فني المنتخب. بس ليه تتحول القصص مع الكابتن حسام لطرفين؟ دلوقتي بقى منتخب مصر الكابتن حسام والاهلي، هو بيحولها كده ويبعت رساله واضحه. هتقولي كده العناوين، هقول لكم العناوين اللي يعني هاخد لكم يعني بعض الامثله على العناوين اللي نزلها كابتن حسام او اللي قالها كابتن حسام حسن. ثانيه واحده. ده في السي ان ان حسام حسن لن اجامل الاهلي والزمالك على حساب منتخب مصر. مين يا عم قال لك جامل الاهلي والزمالك على حساب مصر؟ مين طلب منك ان تجامله؟ يعني مين قال لك جاملني؟ ده الناس بتقول لك احنا عندنا ماتش يوم 29 وسيادتك ماتشك يخلص يوم 27 صباحا بعد الساعه 12 بالليل، فمن فضلك ده فرق 48 ساعه فقط ورايحين تنزانيا وده دور 8 دوري ابطال افريقيا، من فضلك تعالى نتعاون نشوف نعمل ايه. بالعكس ده ما حصل تليفون بينك وبين مستر كولر، النادي الاهلي حط على صفحته بيان انا نفسي علقت قلت انا مش فاهم منه حاجه وقتها. لو الناس الشباب بسرعه يجيبوا لنا في الاعلام بسرعه، بس قال لك اصل تم اتصال تليفون بين حسام حسن وكولر وتم معرفش ايه ودعم ايه، فقلت برضه ايه اللي هيحصل. وقتها انا علقت قلت ان الخبر ده انا مش فاهم منه حاجه، ايه اللي هيحصل يعني؟ يعني هيريح لعيبه، هيسيب لعيبه، مش هيسيب، اتفقوا انه خلاص يعني ما فهمتش. بس الاهلي هيبدا فيها حسن نهائي. مين قال ان الاهلي والزمالك عايزين مجامله من المدير الفني للمنتخب؟ وليه الالفاظ دي؟ وليه زرع المشاكل بين الجمهور دي؟ وليه بتحط الجمهور في فكره انه يختار ما بين وبين؟ يعني جمهور الاهلي او جمهور الزمالك انت بتقول له انا مش هجامل الاهلي والزمالك على حساب المنتخب، ماشي. فالجمهور يقعد يقول لك الله، طب انا هبقى مع الاهلي ولا الزمالك ولا هبقى مع المنتخب؟ فاللي بقى مع الاهلي مش مع المنتخب ده اصلا مش وطني، واللي مع الزمالك مش مع المنتخب اصبح مش وطني، ولو مع المنتخب ومش مع الاهلي يبقى مش اهلاوي، ولو مع الزمالك ومش مع المنتخب ومش وطني، ولو مع المنتخب مش مع الزمالك ومش زمالك، وهكذا. وريني ليه غيره. حسام حسن يصدم كولر بتصريح مثير، منتخب مصر اهم من الاهلي. طب وده كلام؟ هل ده كلام؟ ده كلام ان يتحط منتخب مصر في مقارنه مع النادي الاهلي وفي صدام مع النادي الاهلي، وفكره القوه والدخول بالصدر في كل موضوع وكل قصة سواء معاك حق او معاكش حق؟ طب ده كلام. وعلى فكرة احنا اكتر ناس داعمين للكابتن حسام حسن وللجهاز الفني الحالي، وعلى الهوا قلنا مرة وعشرين مرة مش مرة واحدة، لكن في نفس الوقت ده مش معناه ان يفعل ما يشاء، لا مش معناها كده، ومش معناها ان هي بقى تولع ونبص النهاردة خناقة مع صلاح، وصلاح نجم العالم مش نجم مصر بس، بدل خناقة مع الاهلي بطل افريقيا، وبعدين اخش خناقه مع الزمالك، وبعدين خناقه معرفش مع ايه، وبعدين مع الاتحاد بقى ولا مع الرابطه ولا ولا. ادي بيان ان الاهلي عمل وقتها الخبر اللي نزل على الصفحه الرسميه قبل انطلاق البطوله، وقلنا يا مسهل ربما حدث تفاهم لكن احنا مش عارفين ايه اللي جرى وايه القرار اللي خدوه، انما اعتبرنا ان هذا مؤشر لان تم الاتفاق، لكن يبدو ان ده كان كلام غير صحيح او تم اتفاق ما التزمش بيه كابتن حسام. انا ما اعرفش. النادي الاهلي قال، كابتن خالد بيبو قال مدير الكره بالنادي الاهلي، ان في مكالمه هاتفيه جرت قبل قليل جمعته وكلا من مارسيل كولر المدير الفني للاهلي والكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وجاءت المكالمه ايجابيه. قلنا كلمه ايجابيه دي يبقى وصلوا اتفاق. وفي اطار علاقه التعاون التي يجب ان تسود بين الجهاز الفني للمنتخب والاجهزه الفنيه الاخرى، وتم التنسيق في الامور المشتركه بما يخدم المصلحه العامه للكره المصريه. ايه التنسيق بقى اللي تم؟ كان الكابتن حسام حسن امبارح قال لك مش مجامل، محدش يستنى مني رايح لاعب مش مريح، وهو عامل كده. بص كنت قاعد واحد عارف انت من العروق طبعا عامل كده، انت كده بالاهلي والزمالك مش لوحدك، انت هتبقى كده بلعيبه الاهلي والزمالك وبنجاح الاهلي والزمالك وبقوه الاهلي والزمالك. ان ما كنتش هتساهم في نجاح الاهلي والزمالك عمرك ما هتعمل كده، انك مش هتلاقي لعيبه. اللعيبه اللي عندك دي كلها اللي مربيها الاهلي والزمالك، اللي عاملها الاهلي والزمالك والاهلي اكتر دلوقتي بتاخد 10 مليون. طبعا الاهلي عناني في المطلب ده ولا بقول يا جماعه خدوا بالكم المواعيد الافريقيه والدوليه داخله في بعض، فتعالوا نشوف حل، تعالوا نشوف حل. ان كان الرابطه
علشان الزمالك عنده ماتش مع مودرن فيوتشر وبما يخالف اللائحه تم التاجيل ماتش الزمالك والبلدية، مع ان اللائحه ما ياجلش، اللائحه ما ياجلش، بس قال لك المصلحه كده. حصل تفاهم، تفهموا وجهه نظر الزمالك، قالك ده برضه صالح النادي بافريقيا، مع هو طالع مودرن وبعض بافريقيا والجيل المصريين مفيش مانع ان الماتشات تتاجل، اللي هي الرابطه واللي مش لاقيين خرم ابره نحط فيه ماتش. طب انت كابتن حسين، الناس قالت لك حصل تفاهم، طب ايه اللي حصل؟ شوف العنوان ده، حسام حسن في شروق راحة لعيب الاهلي والزمالك قبل مواجهه كرواتيا، الجميع تحت امر المنتخب. يا سيدي ماشي، محدش نفى ان الجميع تحت امر المنتخب، احنا عارفين ان الجميع تحت امر المنتخب، يعني محدش خالص قال عكس كده، لكن كابتن حسام كان ليه وجهه نظر الحقيقه كانت عجيبه في هذه القصه. منتخب مصر اهم من الاهلي، انا عايز اعمل يعني احطها سلوجن كده، منتخب مصر اهم من الاهلي، لان بقى كابتن حسام صنع كفتين، كفى المنتخب مصر وكفى الاهلي، وانا بقول اهو وحريص ان اتكلم وبحد في الموضوع ده عشان دي بدايه التفرقه، دي مش بدايه نجاح، عمر ما كانت دي بدايه نجاح، دي بدايه تفرقه. ممكن المدرب المنتخب يختلف مع النادي في انه يضم لعيب في النادي، يعني واخد معاه اجراء او عقاب، زي ما فيتوريا عمل مع لعيب زي فتوح، زي ما قبل كده كابتن حسن شحات عمل مع عصام الحضري والاهلي كان واقفه، وزي ما كان كابتن حسن شحات عملها مع الحضري، كابتن جوهري عملها مع كابتن حسام حسن نفسه، ممكن. لكن يخش في خناقه مع نجم المنتخب صلاح وبعدين مع النادي الاهلي بهذا الشكل، انا بقول للكابتن حسام احذر، اللهم بلغ، اللهم بشر، احذر، دي بداية الفرقة، وانت قوتك في الجمهور، وكده بتخسر الجمهور، حتى لو عايز تنافس حاجة بدماغك اخرجها مش كده، لأن اخرجها كده مستفز، والأندية المصرية هتقول لك خلاص تمام يا باشا، لو قلت ساعة بدري في معسكر المنتخب عن المواعيد الدولية احنا آسفين جدا، احنا محتاجين اللعيبة بتاعتنا، احنا هنسيب لعيبتنا في المواعيد الرسمية فقط لا غير، صح ولا غلط؟ هيبقى حقه زيه زي اي نادي بره مصر، لان اللائحه قالت انت بتاخد اللعيبه في الفتره الفلانيه، ما فرقتش بين النادي الداخلي والنادي الخارجي، ما حصلش يعني. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، سمعنا محمد شبانه ونفس الكلام اللي احنا قلناه امبارح بيحصل وبيتكرر من محمد شبانه، ده دليل مش عشان محمد شبانه بيتفرج علينا وهو بيقلدنا، طبعا ده مستحيل، لان محمد شبانه ده قيمه وقامه، وتلاقيه يعني انا اصلا ما فيش حد اصلا يعرفني غير اتنين تلاته اللي بيتفرجوا عليا كل فيديو، بس محدش يعرفني اصلا، ولكن احنا بنقول الصح، فبالتالي اللي شايف يعني الحاجه صح وعنده ضمير وعنده فهم هيقول الحاجه الصح، ايا كان مين بدا بقى، انا او غيري. جمهور النادي الاهلي هو اللي يقدر يطلع حسام حسن في سامع سبا، في سابع سما، ويقدر يخفز بيه الارض لسابع ارض، جمهور النادي الاهلي بعد ربنا. وانا بكرر ليه جمهور النادي الاهلي، لان هي الشعبيه الجارفه في مصر، فما تعاندش جمهور النادي الاهلي، اعمل الصح، انت عايز مصلحتك ماشي على عيني وراسي، هات مصلحتك واعمل اللي انت عايزه، وخد مصلحتك وانت واعمل اللي انت عايزه، بس يبقى في تنسيق زي ما قلنا امبارح، يبقى في مصلحه النادي الاهلي، مصلحه المنتخب، يبقى في نوع من انواع التوازي، انا هريح لك كذا وهشارك كذا، لكن ما تقولش انا مش هريح وانا هعمل وانا هعمل وانا هعمل، ويبقى في صدام بينك وبين النادي الاهلي، ليه؟ يعني ده ماتش الزمالك وبلديه وغزل المحله وبلديه المحله المفروض ما يتاجلش، لان المباراه اصلا بتاعت نادي الزمالك ونادي فيوتشر في مصر في القاهره، الذهاب وعوده في القاهره، يبقى بتأجل لي ليه؟ بخلاف اللائحة، ده اللائحة بتقولك تأجل لما يبقى في الماتش خارجيا، ومع ذلك تم التأجيل بخلاف اللائحة، والراجل وضح هذه النقطة، وطبعا ما تلاقيش أي إعلامي يتكلم، لا تلاقي أحمد جمالات ولا هزاز الديول ولا الواد عفت فشار ولا الأفندي اللي اسمه رضا الهجاص بيتكلموا خالص، لكن لو ماتش للنادي الأهلي من 9 سنين يقعدوا يهوهوا عليه لغاية دلوقتي، لكن نادي الزمالك يتأجل له ماتش بخلاف اللائحة شفت حقوق. اما الماتشين دخل مصر بتأجله ليه؟ تأجل ليه؟ ولكن ارتقت لجنة المسابقات ان مصلحة نادي الزمالك ومصلحة فيوتشر ان الماتشين يتأجلوا. ماشي. فانت بقى يا حسام يا حسن ما تفضلش مصلحة المنتخب وتبخس حق النادي الاهلي اللي محتاج يعني اللعيبة بتاعته في مباراة سيمبا بعد 48 ساعة، والراجل قال لك ده ماتش فيوتشر ونادي الزمالك هيعدي 1 2 3 4 وقعد يعدلك
7 ايام اسبوع يريحوا في البيت ياكلوا قطايف وكنافه ويزغططوا. كونك ان انت عندك نوع من انواع الناس عماله تزن في ودانك، ميدو خرابه مش هينفعك، ميدو خرابه غرق مرتضى والله، غرقه. فضل يزن في ودانه ويقول له كلام ويعيد ويزيد، وداه في داهيه، وداه في داهيه حرفيا. اول ما مرتضى حط ايده في ايد ميدو، ميدو يعني مرتضى كان بيعافر وكان بيعمل اللي هو عايزه، اول ما حط ايده في ايد ميدو نادي الزمالك غرق اكتر، ومرتضى غرق مع نادي الزمالك. فلو حسام حسن ادى ودانه لميدو خرابه هيغرقه هو والمنتخب. وزي ما قلنا لك، انت مش قد غضب جمهور النادي الاهلي يا كابتن حسام، وعلى الرغم من كده احنا بندعمك واقفين وراك وبنساندك وبنحب منتخب بلدنا، وان شاء الله ربنا يكرمك في المباراه بتاعت النهارده وتأدي اداء جيد وربنا يكرمنا بالمكسب، لكن ما تعاديش النادي الاهلي، ما تعاديش جمهور النادي الاهلي، لانك يا حسام يا حسن مش قد جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي عايزك تشوف مصلحتك وتاخد اللي انت عايزه، ولكن ما تاذينيش، ما تضرش النادي الاهلي. ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين اكتر من كده، لا تجاملني ولا تديني حق مش بتاعي ولا اي حاجه، لا، يبقى في نوع من انواع الاحترام المتبادل، انت عايز مصلحتك على عيني وراسي، لكن في نفس الوقت ما تبخسش حق النادي الاهلي ولا مصلحه النادي الاهلي، ده اللي احنا عايزينه. وكلام محمد شبانه كان كلام في الجول ولا يجرؤ اعلامي في مصر ان هو يقوله. انتهى الفيديو بتاعنا، اسف جدا للاطاله، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.